روح القدس الإله الواحد أمين، تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الأبدين كلها أمين. نعرف إن أنتوا جايين في الشتاء الشديد ده، بالرغم إن المفروض إن الشتاء يعني يكون مشي من زمان، وجايين من القداسات متأخرين كل سنة وأنتوا طيبين. النهاردة هيبقى آخر يوم في الاتنينات في السكشنز، عشان الاتنين الجاي رح يبقى البسخة المقدسة، كل سنة وانتم طيبين، والاتنين اللي بعديه يبقى شم النسيم. هنبدأ الأربع اللي بعد شم النسيم كل سنة وانتم طيبين، وهنبدأ يبقى في أفراح القيامة مع القيامة ومع الأكل الفطاري، مش كده؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعرض الورقة الأولانية، أخونا الحبيب مستر مختار، وهيكلمنا في الكتاب بتاع يوحنا الدرجي، يوحنا السلمي، عن السلم إلى الله. كنا أخذنا الكتاب ده ودرسناه وشرحناه وتناولناه، هو عامل فيه بحث مكتوب، وهيعمل عرض في خلال نص ساعة عن الكتاب بتاع السلم إلى الله، قديس يوحنا السلمي الدرجي. كل سنة وحضراتكم طيبين. موضوع النهاردة أحب عن موضوع السلم إلى القديس يوحنا الدرجي. ربنا أحبائي إدى للإنسان نعم كتيرة باسمه، ولكن المفروض على الإنسان إن هو طبعا ينقي النعم دي ويستغلها. الصوم والصلاة أحبائي هم سلاحين، فكل إنسان مسيحي مننا لازم يكون دايما في صلاة وفي صوم. شفاء النفس والجسد أحبائي بيقوم على الدرجة الأولى، اللي هي طبعا الإيمان الثابت بالرب يسوع المسيح. القديس يوحنا أحبائي بيقول أفضل الفضائل هي الإيمان الثابت، ولكن المحبة أعظمهما. من الواجب على الإنسان أحبائي أنه يعرف ضعفه أمام ربنا، مهما وصل لمعرفة لازم يعرف ضعفه قدام ربنا. آخر حاجة أحبائي الصوم والصلاة بيساعدوا الإنسان لرجوعه للحالة الأولى التي كان فيها في الملكوت، أو طبعا بيتنعم قدام ربنا حالته الأولى اللي خلق عليها. موضوع النهاردة أحبائي بالنسبة للقديس يوحنا، طبعا زي ما أنتوا شايفين حضراتكم، أنا نتكلم عن القديس يوحنا بصفة نشأته ورهبنته وسيرته الكاملة. الأول نعرفه هو مين، وبعد كده نخش على إيه كتاب السلم اللي هو كتب. زي ما أنتوا شايفين حضراتكم القديس يوحنا، والسلم ده هو عبارة عن من الأرض الفوق للسماء، في أحباء في ملائكة فوق، آخر حاجة في ناس صاعدة اللي هم يعتبروا القديسين أو يعتبروا الناس اللي مننا، في أحباء الناس برضو ساقطة زي ما أنتوا شايفين، وفي الشيطان أحباء بيضرب السهام على أساس أي واحد فينا إذا كان ضعيف بيقع. آخر حاجة أحباء تحت طبعا فاتح فاه مستني كل واحد على أساس اللي يقع هو طبعا يبتلع. ده بالنسبة إيه حاجة سريعة للقديس يوحنا. أحباء زي ما أنتوا شايفين قدامكم سيرته، أنه طبعا كتب سيرته راهب يدعى دانيال من دير ريتو أو ريسو، والقصة دي أحبائي كتبها طبعا كان بالقرب من سيناء، وسيرته موجودة أحبائي في سلم المخطوطات زي ما حضرتكم شايفين. وحدثنا أيضا الراهب برضه على أساس إنه كان بيقع المكان بتاعه من قرب سيناء أو جبل سيناء. في راهب أحبائي يدعى أثناسيوس، طبعا الراهب ده هو تحدث طبعا عن أباء دير سينا، قال لنا أنه هو طبعا ولد بفلسطين في عهد الملك زينون، واتولد حوالي سنة 579 وعاش أحبائي 75 سنة. ده بالنسبة إيه الميلاد بتاعه ونشأته. بيقول لنا أحبائي أنه كان هو منذ صغره يدعى بالعلامة. طبعا عايزين نعرف ليه بيقولوا عليه العلامة، على أساس أنه هو طبعا ثقافته الواسعة واكتسابه مهارات ومتطلعات في حياته. رهبنته أحبائي في السن 16، كان عنده 16 سنة،
ابتدى يترهبن، راح احبائي في الدير اللي هو طبعا التلمس على يد الشيخ الكبير اللي هو مارتيروس بالنسبه لرهبنته. في يوم رهبنته احبائي قال عنه الاب استراتيجوس انه سيضحى احد انوار العالم، يعني ده هو راجل هيبقى من نور العالم، راجل هيبقى مضيء. وعندنا طبعا احباء اباء كتير زي ابينا الانبا انطونيوس كان اب الرهبان، البابا كرولوس في عصرنا الحالي بيدعى برجل الصلاه، فهو طبعا احبائي قال عليه ان هو طبعا هيكون احد انوار العالم. وتنبأ عنه احبائي ان هو بعد كده يبقى رئيس للدير في يوم رهبنته. فطبعا دي حاجه حلوه بالنسبه انه لسه راهب ناشئ، ويتنبأ عنه ان هو طبعا يصبح رئيس للدير. عاش احبائي حياته في البر والتقوى، وكان دايما بيحب ان هو يكون مطيع. بيقول لنا ان هو لدرجه الطاعه كان مطيع طاعه كامله لابائه، يعني كان راجل مطيع وطاعه كامله لابائه. وكان دايما يحسب نفسه اصغر خواته في الرهبنة، بالرغم اذا كان احباء اذا كان كبير في السن او قليل، بالرغم ده كله كان يحسب نفسه في خدمته اصغر خواته في الرهبنة. توحد احباء في سن العشرين اتنيح بالروحي، وابتدى طبعا يدخل على حياة الوحدة. المكان اللي راح احبائي في صحراء تولة او على سفح جبل سيناء، والمنطقة دي احبائي كانت تمتاز انه كان مكانها جمال طبيعي خلاب، جمال طبيعي في المنطقة دي، فدي كانت تمتاز بها المنطقة. وكانت تدعى تلاع، تبقى احبائي اسمين تولة او تلاع، الاثنين واحد منطقة واحدة بالنسبة للجبل سيناء. خد أبو مرشد لي اللي هو جوارج الرسليتي، وطبعا موجودة أحبائي الشواهد بتاعتها قدام حضراتكم. كان محب للصلاة، وكان يهرب دايما من مقابلة الناس على أساس المديح، ومش بيهرب في حاجة، لا ده على أساس إنه مش عايز حد يمدحه، فكان دايما محب للصلاة. ولدرجة أحبائي دعوه ملك البرية، يعني من كتر الناس ما حبته دعوه بملك البرية. بالرغم من ده كله أحبائي برضه ابتدى طبعا الشيطان، كلنا عارفين طبعا ما بيسيبش حد الشيطان إلا لما يحاربه، فابتدت محاربة الشيطان ليه. والمكان أحبائي اللي راح يتوحد فيه طبعا كان في بالقرب من الدير بحوالي 5 أميال المسافة بين المكان وبين الدير الوحدة اللي هو كان بيتوحد 5 أميال. وكان بيروح كنيسة والدة الإله اللي بناها الملك زينون، الكنيسة دي بناها الملك زينون. حدث أحبائي أنه برضه كان هو بيصلي شافوه أن هو مرتفع عن الأرض، شافوه مرتفع عن الأرض، فالناس لما شافته كده طبعا ده روحانية عالية أحبائي بالنسبة لواحد انه الناس بتشوفه اثناء الصلاة مرتفع عن الارض. حاجة تانية احبائي برضو بالنسبة لمعايناته للملائكة، ففي من اخواته الرهبان سألوه فبيقولوا له ايه بالنسبة للملائكة على اساس ايه هيئة ربنا قبل التجسد وجلوس الابن عن يمين الاب. فقال عبارة جميلة احبائي كلنا طبعا على اساس نسمعها، بيقول انه ليلتصق ذكر يسوع بنفسك فتعرف حين ذاك منفعة الهدوء. يعني أي واحد لما يعوز يعرف ربنا يبقى في هدوء، عايز يبقى قريب من ربنا دايما لازم يلتصق بربنا. فطبعا بالنسبة لمعاينة الملائكة دي حاجة طبعا جميلة، والحاجات اللي قالها وفي قدام حضراتكم طبعا زي ما انتم شايفين. حاجة تانية قالها بالنسبة للهدوء، قال لك عز الملك في غناه وكثرة رعاياه، أما عز الراهب في غنى صلاته. طب ما ممكن أحبائي نشيل كلمة الراهب ونقول عز الخادم في غنى صلاته، تبقى بالنسبة لينا كقدام أي خادم طبعا عايز ينمو عايز يرتفع بالصلاة والصوم بتاعت كل واحد،
مش بالكلام لا أحبائي، بل بالصلاة والصوم. زيارته الإسكندرية أحبائي ابتدى طبعا ينزل الإسكندرية، نزل مصر وجه هنا طبعا إسكندرية، زار طبعا مكان اللي هو يعتبر الدير اللي كان فيه سجن التأديب بالنسبة للأباء الرهبان اللي كانوا مذنبين. أي أب راهب لما كان يعمل أي حاجة فكان يودوه في المكان ده. هو المكان ده هو عبارة عن أحباء، عن مكان تأديب للرهبان بالنسبة لزيارته لإسكندرية. خدمته أحباء خدم 40 سنة، وكان بيستقبل بعض الرهبان والناس على أساس يرشدهم ويعلمهم ويديهم الطاعة والكلام ده كله. قال لنا الراهب دانيال أحبائي إنه القديس يوحنا ده هو في مرة من المرات أرسل تلميذه موسى على أساس إنه كان فيه محتاج خدمة، فطبعا بعته المكان. فحدث أحبائي شيء يشوق كل واحد فينا. تلميذ موسى ده هو نام أحبائي تحت ظل الصخرة، وهو نايم فحس إنه أبوه الروحي يوحنا بيصحيه بيقول له قوم. فطبعا ابتدى أحبائي بمجرد ما سمع الصوت راح قايم من تحت الصخرة. بمجرد أحبائي ما قام من تحت الصخرة، الصخرة وقعت. طب شوف الصلة بين التلميذ وبين أبوه الروحي. أبوه الروحي أحبائي حس إنه تلميذه كأنه طبعا في موقف أحبائي محتاج له إنه هو إيه إنه يرشده، فوقف صلى أحبائي. فشوف الصلة بين التلميذ وبين الأب الروحي. تبقى أي حد فينا ممكن يوصل عن طريق الخدمة، عن طريق معرفة الناس، عن طريق الحب بالصلاة والصوم. الصلاة والصوم هم أحبائي كل شيء في حياة الإنسان. طبعا ابتدى أحبائي إخوات الرهبان طبعا يحسدوه على أساس يعتبر المكان اللي هو فيه أو الارتفاع المعرفة اللي هو فيها. بالرغم من ده كله أحبائي قال لك ما طبعا ما رضيش يرد لحد، وفضل صامت لمدة كام سنة، قعد سنة كامل ما يردش على حد. طبعا جم في الآخر بعد فترة أحبائي بعد السنة دهيت لما عرفوه كده طبعا ما كانش يتكلم. فبعد السنة ابتدى أحبائي طبعا رجعوا له واستسمحوه، وهو طبعا بالقلب الحب طبعا سامح كل واحد. رئاسته للدير أحباء في نهاية الأربعين سنة من التوحد بتاعه انتخبوه رئيس طبعا لدير جبل سينا. ويقول عنه الأب أناستاسوس السنائي أن موسى النبي حضر بنفسه أثناء تنصيبه. يعني شوف العبارة الجميلة، أنه واحد من الأباء بيتكلم عن القديس يوحنا أن موسى النبي حضر بنفسه أثناء تنصيبه. طبعا اتخيلوا الموقف أحبائي وشوفوا الروحانية وصل لحد فين. طبعا هو بالرغم من ده كله لما اختاروه على أساس إن هو طبعا يرشدهم الكلام ده كله، برضو ربنا وهبه إيه صنع المعجزات. المعجزة أحبائي اللي هو عملها طبعا كانت سينا أثناء الوقت ده هو كان بتنتظر اللي هي طبعا المطر أو الشتاء، فقعدت طبعا إيه ربنا ما مطرش على الأرض وكده هو، فالفترة ديت قعدت لمدة سنة. فطبعا قوله على أساس أنه هو يصلي عشان ربنا يستجيب ويمطر على الأرض. وفعلا أحبائي مجرد ما وقف وصلى ربنا استجاب لي، والأرض طبعا نزلت المطر على الأرض. عندنا برضو مثل أحبائي برضو ما ننساش أنه إيليا النبي الأرض قعدت 3 سنين و6 أشهر لم تمطر، وبصلاة إيليا النبي ربنا برضو استجاب لصلاته وإيه حصل المطر على الأرض. في كمان أحبائي طبعا هو بالرغم من ده كله أن طبعا بالنسبة انتخابوا رئيس الدير والكلام ده كله، وابتدى هو طبعا هو في قلبه وحبه الوحدة، فابتدى عايز يرجع الوحدة تاني. طبعا خد بعضيه ورجع الوحدة أحبائي، وابتدى طبعا كان في لي تلميذ اللي هو يعتبر أخوه في الدير اسمه جورج. طبعا خلى جورج مكانه على أساس يبقى اللي هو طبعا نائب عن الدير والمسؤول. فجه جورج ده هو أحبائي اللي هو من رهبان الدير، طبعا كان عرف إنه القديس يوحنا طبعا إيه إنه هو هيتنيح وكده، فقال له صلي لي أبي على أساس أنا ألحق بيك في نفس الموضوع. فقال له ربنا استجاب لصلاتك وتنيح طبعا القديس يوحنا. وبعد فترة صغيرة لحقه أخوه جورج في نيحته.
قال لنا أحبائي برضو اتكلم عن حق في الكبرياء، قال لنا الكبرياء ده جحود لله، صنع للشياطين، ازدراء للناس، أمه للإدانة، ابن للمدائح، علامة للعقم، ابتعاد عن معونة الله، نذير بضلال العقل، نصير للسقطات وغيره. وابتدى يتكلم ده بالنسبة للكبرياء. في حاجة أحبائي أهم من ده كله، إنه الملاك أحبائي سقط من السماء بسبب الكبرياء. ليه؟ عشان خاطر الملاك ده هو تقال لك أضع كرسي فوق كرسي العلي. ودي حاجة أحبائي لازم نفتكروها، إنه برضو القديس سبحانه بالرغم من ده كله بيبص على الملائكة إنه هم برضو الإنسان مهما يوصل في القامة إنه لازم يعرف إنه هو برضو ضعيف قدام ربنا. أو النقطة التانية بيشيل الكبرياء من فكره ومن كل طبعا أحاسيسه. اتكلم أحبائي على العصبية برضو، قال ينبع العصبية وليه قساوة القلب، يعني الإنسان ما يكونش قاسي قلب. النقطة التانية جهل بالحنو، لازم أحبائي يبقى النفر فينا في حنو بالنسبة لخدامه، بالنسبة للمخدومية، بالنسبة لأي حد قريب ليه. محاسب شر، يعني دايما النفر لما يجي حاسب الغير بيحاسبه بالأسوأ. لا، افتكر انك انت في نفس الموقف لما يجي حد يحاسبك هيحاسبك ازاي. فاللي انت بتتحاسب عليه حط نفسك انك انت راح تتحاسب عليه. فكل واحد فينا أهباء من القدام يحط نفسه في الخدمة دي. قاضي ظالم خصم لله وأصل للتجديف، طبعا حاجات كتيرة طبعا قالها بالنسبة ل قال كمان حاجة تانية أحباء، قال لك لا تطمئن لذاتك ومصيرك قبل صدور الحكم الأخير. يعني أي إنسان فينا ما يطمئنش إنه لسه ما فيش حكم، لا ده في حكم أخير، أنت بتحكم دلوقتي بس في حكم أخير جاي عليه. ولا تتشامخ وأنت من الأرض لأن كثيرين قد أهبطوا وقد كانوا في السماء. يعني الناس كتير كانت في السماء هبطوا من السماء بسبب أحباء طبعا الكبرياء. اتكلم أحبائي تاني كمان عن الغرور، قال لك الغرور ينشأ من النسيان الزلات، لأن ذكر الزلات يؤدي إلى التضاع. فالكبرياء طامة كبرى لنفس فقيرة تتوهم الغنى. ده بالنسبة أحبائي إيه الغرور. بالنسبة لكتاباته طبعا اتكلم عن الكتاب بتاعه، دي فكرة بسيطة أو سريعة عن القديس يوحنا. نخش طبعا في كتابه أحبائي الدرجة 23 من السلم، بيتكلم على أساس إن هو إيه، إن هو الكتاب عبارة عن سلم الفردوس وبيضمن 30 مقالة أو درجة. وآخرها أحبائي رسالة إلى الراعي تشمل التوجيهات الهامة للرؤساء الآباء الروحانيين. الكتاب ده هو بيتكلم طبعا أحبائي عن الراهب، بس إحنا قلنا نشيل كلمة الراهب ونحط كخدام بالنسبة لحياتنا كلنا. الكتاب بيكشف طبعا عن شخصية يوحنا القوية وبيتكلم عن صرامته. الكتاب ألفه أحبائي طبعا اللي هو يعتبر 30 درجة. طبعا عنوان الكتاب في الأصل اليوناني هو السلم، وحسب بدون أي إضافات للإسم، لكن الترجمات أحبائي تحمل عناوين مركبة مختلفة، مثل إيه؟ سلم الصعود الإلهي، السلم المقدس، أو سلم السماء، أو درجات الفضائل، أو السلم إلى الله. وكل التسمية دي أحبائي هي كلمة واحدة اللي هي كلمة إيه؟ السلم. تبقى لو أي حد فينا شاف كل الكلمات دي هي كلها معناها السلم في الكلمة دي. بالنسبة برضو القديس يوحنا طبعا سمى السلم، أو جاي كلمة السلم طبعا جاية من أبينا يعقوب أبي الآباء، اللي هو طبعا شاف الرؤية في موجودة قدام حضراتكم في سفر التكوين 13-28-12. الرؤية دي طبعا اللي حصلت مع أبونا يعقوب عبارة عن إيه القديس يوحنا بيتكلم عليها. بيتضمن السلم أحبائي طبعا 30 درجة أو 30 فصل، والمقصود بها انه حياة السيد المسيح على الارض قبل خدمته للبشر. السيد المسيح احبائي عاش 33 سنة على الارض، لكن الثلاثين درجة احبائي بيتكلموا عن حياته قبل خدمته، ونعرف باقي الدرجات طبعا فيما بعد. كتب على شكل احبائي اقوال مأثورة وحكم وامثال، والمقصود من ده كله احبائي ان السلم طبعا
بيتكلم عن حياته هو كتبه أثناء ما كان رئيس الدير. وطبعا أثناء ما كان رئيس الدير كان طلب منه طبعا على أساس يكتب اللي هو السلم، فطبعا في البداية أحبائي كان رافض، حس إنه دي طبعا طلب ده هو كبير عليه. بس في أحبائي في حاجة اسمها فضيلة الطاعة، هو قال حاضر، فهنا الطاعة أحبائي نفذ الوصية اللي هو طلبه إنه يكتب السلم. طبعا القارئ الأساسي طبعا هنا نقول كل الناس الموجودة، بس بالرغم من ده كله أحبائي السلم مش المقصود به لآباء الرهبان. هل الآباء الرهبان بس اللي هم ليهم السلم وهنا كحياتنا ما لناش السلم؟ ادانا مثل أحبائي، قال لنا معلمنا القديس بطرس. القديس بطرس أحبائي كان متجوز زينا، تبقى مش معنى كده السلم لحياة الرهبنة لوحدها بس، لا ده لكل الناس اللي هم في العالم، خاصة الناس المتجوزين، تبقى بحيث ما حدش يقول السلم ده ما يخصنيش، لا ادانا مثل معلمنا القديس طبعا بطرس. قال لنا أحبائي برضو انه بالرغم من ده كله الصورة الأساسية أمام الدرجة طبعا اللي هو طبعا سلم يمتد من الأرض نحو السماء مثل السلم اللي رأى أبو يعقوب. الإبداع التصويري أحباء للسلم اللي هو طبعا أعطى كتابه فرادة وأعطى له طبعا تمييز وطعم، وبالفعل أحبائي طبعا جزء من التصوير الروحي في الشوق المسيحي لكل واحد فينا. بس كده حلو. نرجع احبائي بالنسبه ايه الكتاب السلم، المعنى الحرفي ليه احبائي ان كل نفهم الخطوات طبعا بتاعت السلم على اساس الدرجه الواحده بتنتهي لكن بتبدا اللي بعديها. بنتقدم احبائي مازال احنا بنتقدم وننمو في النعمه اللي هي طبعا ايه طلعنا لاخر السلم او نطلع بيها لحد اخر السلم ونشوف الفضائل المطلوبه. الغرض احبائي من السلم هو انه ان نصير متشابهين لله، مشابهين الله في صوره ابنه في المعموديه التي كل واحد فينا اخذها. طبعا جرن المعموديه احبائي بكل الناس بتنزل في المعموديه، بس المعموديه احبائي بتفرز ناس رهبان، تفرز ناس مكرسين، بتطلع كل الفئات، تبقى معنى كده المعمودية هي خلاص للكل مش لحد معين. بالنسبة أحبائي إيه للمعمودية، الهيكل العمودي بالنسبة لكتاب السلم طبعا أول حاجة الانفصال عن العالم، بيتكلم أو بيحط الانفصال عن العالم اللي هو بالنسبة للزهد والتخلي والوحدة، تبقى كل واحد فينا عايش في العالم بس منفصل عن العالم. قدس البابا أحبائي قال العالم نعيش فيه ولا يعيش فينا، تبقى كل واحد عايش في العالم أحبائي هو بيعيش في العالم لكن العالم مش هيعيش فيه ولا جواه. بالنسبة لممارسة الفضاء لأحبائي طبعا بتتكلم عن الطاعة والتوبة وذكر الموت، إن الإنسان مهما يعيش أحبائي رح يجي يوم لازم أحبائي كل واحد فينا يجي له يوم إن هو لازم ينتقل من العالم. طبعا البكاء المقصود بالبكاء على أحبائي إنه كل واحد يبكي على خطيته ما دام هو في الأرض. الاتحاد بالله بيتكلم عن السكون، الصلاة، اللاهوة، المحبة. الجزء الأكبر أحبائي من السلم يختص في الرزائل وممارسة الفضائل. قمة السلم أحبائي هي المحبة، تبقى بالرغم انه في فضيله اللي هي طبعا الطاعه التواضع الكلام ده كله، ولكن المحبه اعظم كل شيء. المحبه طبعا احبائي بيتكلم على اساس انه رتب في كتابه او في ال 30 درجه بتاعه اللي هم طبعا حياه السيد المسيح زي ما اتكلمنا بالنسبه للسلم. التفسير احبائي الثلاث درجات الاولانيه بتتكلم في الزهد في العالم كغربه خارجيه وغربه داخليه،
تبقى أول كام درجة دول؟ أدي 3 من 30. الأربعة الأخرانيين بيتكلموا أحباء في الاتحاد بالله. الاتحاد بالله بيتكون فين؟ في السكون والصلاة واللاهوة والمحبة. طبعا بالنسبة إيه؟ أدي الأربعة تبقى أول حاجة 3 وده 4 7 كده باقي كام؟ باقي كده 23. ال 23 الباقيين أحبائي طبعا في وسط السلم بيتكلم عن العمل في الإصلاح الآبائي، والمقصود في الإصلاح الآبائي كل واحد في خدمته ممكن يعمل الحاجة الكويسة اللي هي تنفع لمخدوميه. طبعا مبتدئ أحباء بالفضائل اللي هي الطاعة والتوبة وذكر الموت، وبيمر أحباء بالأهواء من الغيظ من الضجر والشر وحب المقتنيات إلى غير ذلك. آخر حاجة منتهن أحبائي بثمرة الجهاد اللي هي الوداعة والتواضع والتمييز، في على أساس أنه هو كل إنسان في الآخر لازم ينول نعمة حضور الروح اللي ربنا عايزه في داخله. طبعا في الأيقونة اللي قدامكم شايفينها حضراتكم، بالنسبة الصورة دي بتتكلم على أساس أنه فوق في ملائكة زي ما حضراتكم شايفينهم، وادي لو شفتوا السهم اللي هو تحت ده هو عبارة عن الشيطان بيحارب الناس اللي طالعة، اللي طالع ده كله أحباء عبارة عن الناس القديسين أو الناس اللي هم إحنا بنحارب عشان نطلع للسلم. وفوق أحباء زي ما أنتوا شايفين اللي هو القديس يوحنا، وفي المطران أنطونيوس اللي هو قبل منه. هنا طبعا في ناس سقطة أحباء، الناس اللي سقطة ديت اللي هي تعتبر ضعيفة في الإيمان أو الناس أساسا المترددة. الإنجيل بيقول الذي يضع يده على المحراس لا ينظر إلى الوراء. هنا في أحباء زي ما انتوا شايفين برضو الصورة ديت بتاعت القديس يوحنا، والقديس يوحنا طبعا واصل بس لسه ما وصلش لآخر السلم. فوق طبعا ربنا مستنيه على أساس يستقبله، وزي ما انتوا شايفين لم توضع هالة القداسة على رأسه. ليه لم توضع هالة القداسة على رأسه؟ لانه لسه ما كملش الاخر السلم، لسه في احبائي 3 درجات طبعا قاعدين، ان هو طبعا ما وصلش ليهم. الصوره اللي حضراتكم شايفينها طبعا في الاسفل مجموعه من الاباء الرهبان، والاباء الرهبان طبعا دول هم مترددين على اساس مش قادرين يوصلوا، بيشككوا في الوصول للسلم. نفس النظام احبائي، في مننا ناس قدام بتشكك انه لما تشوف الناس الكويسة ممكن بتتكلم عليها بحاجات طبعا مش كويسة. فده احبائي برضو حاجات على اساس انه مش بس الرهبان، لا ده ممكن لينا كخدام. الصورة اللي قدام حضراتكم طبعا انه الملائكة لو انتم تأملتوا فيها بتلاقي الملائكة بصة في كل الاتجاهات، يعني الملائكة بصة على كل الاتجاهات، يعني الملاك بيبصوا لكل الناس، مش المقصود في الاتجاه على لا ده كل الناس الملاك بيبص فيه. بس بالرغم من ده كله الملائكة بتساعدنا بصلاتها على اساس ان احنا نجاهد ونوصل. لكن نقطة الاختيار الملاك مش بيرغم كل واحد، او النقطة التانية بقول له لا انت تطلع او انت تنزل، لا ده كل واحد ليه الحرية الكاملة. فبالنسبة طبعا ايه الملائكة على اساس سايبين كل واحد هي بحريته. بالنسبة للسلم الدرجة أحبائي التصوير بتاعه زي ما قلنا متكون من 30 درجة، وترمز لحياة السيد المسيح على الأرض اللي هي طبعا الجهاد اللي هي درجات المحبة الإلهية اللي هم آخر 3 درجات، والرؤية السماوية الأخروية. وطبعا المقالة دي أحبائي من قدس أبونا أثناسيوس فهمي. السلم أحبائي يحملنا برضه الرؤية يعقوب اللي موجودة في التكوين 28، انه السنائي انه هو احد طبعا
اللي هو يعتبر أحد أنوار العالم، اللي كل واحد فينا أساسي لما يجي يتبع الخطوة بتاعت القديس بتاعه أو القديس يوحنا بيعرف إن هو بدأ منين، بدأ من أهل حاجة وابتدى بالفضاء الأحباء طبعا يطلع. قال لنا عن درجات الفضيلة الفردوسية اللي احنا لازم نطلعها طبعا، اللي هو طبعا الوداعة والبذل وروح الصلاة والصمت، صمت اللسان والفكر والقلب. بالرغم من ده كله برضو يحط انه مع رفض الشراهة، الشراهة والخبث والطمع، وكل فئة شهوانية كجنود مخلصين يعملون مشيئة من جندهم بدون اهمال او اعوجاج. يعني اي واحد فينا لما يجي يعمل اي حاجة احبائي ما تكونش فيها اعوجاج او تكون حاجة فترة، لا، يعمل العمل، العمل ده هو انه واثق منه ان هو ده عمل لكل لانه يرضي ربنا في كل شيء. بيوصي احبائي كمان القديس يوحنا الدرجة في سلمه وضع اساس للجهاد. المقصود ما يكونش فيه خداع، ما يكونش فيه تشامخ بالنسبة لاي حد، لانه ساعة الموت أحباء عنده الكل مجهولة، محدش يعرف ساعة موته. ممكن أحبائي الإنسان في وقت قصير بيطلع من العالم إلى الحياة الدائمة. هل في الحياة الدائمة كان في الحياة الباقية هنا في تمجيد، في تسبيح، في إنه أساسا حاطط ربنا في حياته؟ لو كل نفر فينا أحباء حاطط ربنا في حياته وهو فعلا إنه واثق انه ربنا معاه، لما يطلع فوق مش هيبقى غريب، مش هيطلع، لما يطلع فوق مش هيبقى غريب، عشان في حياه تسبيح على الارض. لكن لو ما فيش حياه تسبيح، ما فيش حياه صلاه، ما فيش صله بينه وبين ربنا، لما يطلع فوق يبقى غريب. معايا يا احبائي سامعيني؟ خلاص خلاص سرقك الوقت. انت اصل بتحب الكتاب ده ودرسه حلو وعرضته حلو وعايشه حلو، شكرا جزيلا ليك. احنا يعني المفروض ده مجرد تشويقة كده هو، تبقى تديه بال يعني نبقى ناخده نفرد له وقت اوسع. اشكرك كتير اخي العزيز، اخوي العزيز، شكرا ليك انت حبيب الله عوضك.